في هذه المحطة، المحطة قبل الأخيرة في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم وكأس آسيا هنا في الاستاد الوطني، حيث كل العيون على هذا الملعب، حيث سننتظر معكم في مباراة مرتقبة تأتي بحسابات مختلفة يتوقع أن تكون كبيرة للمنتخب الوطني، ذلك لأن الأحمر يريد عبور هذه المحطة بسلام من مباراة صعبة سيظهر من خلالها المنتخب الوطني برجال حاضرين في أرضية الملعب، برجال هيليو سوزا، يتواجد سيد المرمى سيد محمد جعفر في حراسة المرمى، ومن أمامه حمد شمسان وأحمد نبيل إلى منتصف أرضية الملعب. المناولة تأتي إيرانية هذه المرة داخل منطقة الجزاء. أوه يا السلام عليك، يا السلام عليك يا صاحب القفاز الذهبي سيد المرمى. خطورة الإيرانية، لاحظ الكرة ما كان فيها راية رأسية تمكن من خلالها سيد المرمى بالقراءة الصحيحة إلى منتصف أرضية الملعب إلى نبيل، وصلت إلى وليد الحيام، المالون في المنتصف، المايسترو يمرر، خطيرة للرميحي للمنتخب الوطني، لا زالت المشاركة موجودة، تسديدة والكرات، الحذر من الكرات الثابتة والحذر أيضا من حسن كناني اللي يتقدم إلى المساردة عالية إلى الأمام داخل منطقة الجزاء، رأسية مبعدة، برافو من الحيام، أشارها إلى رمية جانبية، الرأسية الخطيرة أبعدها وليد الحيام من أمام المرمى، والمنتخب الوطني يجب أن يكون يقظا تماما من الكرات العرضية وهذه إحداها، برافو نبيل، تحولت إلى الرميحي، خاطئة من الرميحي، عالج الخطأ في المحاولة الماضية بشكل رائع، عادت مرة ثانية إيرانية خطيرة من داخل منطقة الجزاء، المحاولة مستمرة الآن، لا زالت لمصلحة المنتخب الإيراني، يا سلام عليك. مرمى المنتخب الوطني، تسديدة كانت من خارج منطقة الجزاء الحاضرة هناك في الطرف الأيمن لمصلحة المنتخب الوطني، حكم اللقاء يتابع بحرينية في هذه اللحظة، المحاولة الآن داخل منطقة، ياه الكرة ضاعت وتحولت إلى خارج أرضية الملعب للتأهل إلى نهائيات كأس العالم وكأس آسيا هنا في الأدوار الأولى، الكرة في منتصف أرضية الملعب للمنتخب الإيراني كانت مقطوعة، الحذر من المرتدات بكرة إيرانية الآن في الجهة اليمنى، محاولة مستمرة خطيرة، يا السلام عليك، خلص الكلام فيك يا سيد المرمى، خلص الكلام فيك يا سيد المرمى. وحيد أميري من أمام الكرة الماضية، وتحولت الكرة بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب، ركلة مرمى، سيد رضا يستلم الكرة في الخانة اليمنى، نصف ساعة كاملة مضت من شوط المباراة الأول، إيرانية الحذر الآن خطيرة في الجهة اليمنى، لا زالت تدخل والمحاولة فيها خطأ، المحاولة فيها خطأ وبطاقة صفراء، بطاقة صفراء فعلا، كان فيها خطأ في التمرير، كان فيها خطأ في التمرير، والإعاقة تأتي في اللحظات الأخيرة لمهدي تريمي، بطاقة صفراء، بطاقة صفراء لأحمد نبيل، بطاقة صفراء لأحمد نبيل، فيها خطورة كانت وصافرة من خارج منطقة الجزاء، هذه عادة الكرة الماضية، هل كان فيها لمسة، هل كان فيها خطأ، لعبت سريعة لمصلحة المنتخب الإيراني، كرة مقطوعة، هذا ما يبحث عنه المنتخب الوطني الآن، الانتشار السريع، مرهون سريع، اختراق في الجهة اليمنى، مرهون سددها في الخانة اليمنى، يبحث عن التقدم، محاولة مستمرة الآن في الخانة اليمنى، رضاوي عرضها خطيرة، لا زالت المحاولة موجودة لمصلحة المنتخب الوطني، جاسم الشيخ سددها، عادت لمرة ثانية، المحاولة لا زالت مستمرة، يلا يا عيال، خطيرة الآن، هدف أول، لا زالت المحاولة، أوهو. ضاعت على المنتخب الوطني فرصة ثمينة كانت في الجهة اليسرى، ضاعت فرصة التسجيل، الأولى كانت من الرميحي والثانية من محمد مرهون، ما كان فيها راية، ما كان فيها تسلل، فرصة ثمينة كانت للمنتخب الوطني، كان بالإمكان أن تكون كرة الواحد صفر في شوط المباراة الأول لمصلحة المنتخب الإيراني، عالية للأمام داخل المنطقة الرأسية مضت من أمام الجميع
وتحولت بسلام. قد ظهر به ياف داخل أرضية الملعب. المنتخب الوطني يبدأ هذا الشوط أحبائنا الكرام في شوط المباراة الثاني. هذا هو البديل في شوط المباراة الثاني، سامان قدوس الذي نزل إلى أرضية الملعب. الكرة تحولت الآن للمنتخب الوطني عند رضا السيد عيسى. رضاوي يفقد الكرة، وصلت إيرانية بعد ذلك بشكل سليم من جانب المنتخب الإيراني. وحيد أميري ينول الكرة إلى مهدي. خطيرة 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 خطيرة. والهدف الإيراني الأول، الهدف الإيراني الأول عند الدقيقة 53. المنتخب الإيراني يسجل هدفا أولا من كرة من العمق الدفاعي، وصلت بشكل رائع إلى مهدي اللي مرر كرة داخل منطقة الجزاء، واستطاع من خلالها المنتخب الإيراني من تسجيل هدف السبق عن طريق سردار. الكرة كانت من مهدي، لعب الكرة إلى سردار، كرة ما كان فيها راية، وبعد ذلك سجل من خلالها سردار هدفا أولا في بداية شوط المباراة الثاني. في بداية شوط المباراة الثاني سردار يسجل الهدف الأول عند الدقيقة 54. وتقوية خط المنتصف بلا شك من الوقت المتبقي من زمن شوط المباراة الثاني. المباراة تسير بهدف مقابل لا شيء الآن لمصلحة المنتخب الإيراني. لا زالت سريعة خطيرة كرة الثاني. مرت بسلام، مرت بسلام الكرة الماضية. كانت المطالبة بركلة جزاء أيضا في المحاولة الماضية. لاحظ قدوس البديل والتسديدة الماضية، مرت بسلام على مرمى السيد محمد جعفر، مرت بسلام إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. كرة تتحول الآن إلى مهدي حميدان. مهدي يبحث عن الكرة العرضية لكن داخل منطقة الجزاء، مقطوعة من أمام محمد الرميحي. سريع الآن، خطيرة لمهدي، مررها خطيرة المنتخب الإيراني. خطيرة 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 يا سيد المرمى، والكرة فيها هدف ثاني عن طريق سردار يسجل هدفا من كرة مرتدة لمصلحة المنتخب الإيراني. هدفين مقابل لا شيء، وسردار ومن كرة مرتدة. فعلا الأمور كانت مفتوحة تماما من جانب المنتخب الوطني. الأخطاء كثرت في التمرير، والكرة السريعة اللي جاءت مرتدة سجل من خلالها سردار الآن هدفا ثانيا في هذه المباراة. هدفين مقابل لا شيء، والأمور واضحة تماما من خلال منتصف أرضية الملعب. الترابط لم يكن موجودا في الدقائق الماضية من زمن شوط المباراة الثاني. هدفين مقابل لا شيء، وسردار هو اللي سجل هدفي المنتخب الإيراني. هذه كانت الصورة الماضية بتسجيل الهدف الثاني. هدفين لمصلحة المنتخب الإيراني مقابل لا شيء للمنتخب الوطني. السردار هو اللي سجل الهدفين، والمنتخب الوطني الآن متأخر بهدفين مقابل لا شيء، والمهمة باتت صعبة في الوقت المتبقي من زمن شوط المباراة الثاني. مرة أخرى لمحمد مرهون، مناولة سريعة سريعة الآن لمرهون، خطيرة داخل منطقة الجزاء، فيها إعاقة ولكن حكم اللقاء يأمر باستئناف اللعب. سعيد ينزل إلى أرضية الملعب في الشوط الثاني من اللقاء. هذه الكرة الباطلة اللي وقع من خلالها محمد مرهون إلى علي مدن. علي يفقد الكرة، إيرانية الآن. الكرة تتكرر مجددا بكرة في الطرف الأيسر بطبق الأصل تماما، بكرة خطيرة الآن لمهدي. لا زالت المحاولة مقطوعة لشمسان. المحاولة لا زالت موجودة، البحث عن كرة، تدخل آخر من جانب المنتخب الإيراني، فيها تسديدة واعتلت العارضة إلى خارج أرضية الملعب. كرة مقطوعة مرة ثانية، موجودة بشكل آخر لمصلحة المنتخب الإيراني اللي يهاجم الآن بكرة مرتدة. البحث عن كرة في الخانة اليمنى، المحاولة لازالت كرة بتسديدة من مهدي جانبية الآن. عادت مرة أخرى لعلي مدن،
في الطرف الأيمن، محاولة خطيرة داخل المنطقة، وكرة الثالث لمصلحة المنتخب الإيراني في هذه اللحظات. 3 أهداف مقابل لا شيء، ومهدي ترامي يسجل هدفا ثالثا لمصلحة المنتخب الإيراني عند الدقيقة 78 من زمن هذا الشوط. 3 أهداف إيرانية مقابل لا شيء. كنا نعقد الأمان على منتخبنا الوطني في شوط المباراة الثاني، ولكن تبدو الأخطاء واضحة تماما في متوسط أيضا الدفاع، وكذلك الترابط الغير موجود في شوط المباراة الثاني من جانب منتخبنا الوطني. هدفا ثالثا في هذه اللحظات جاء بهذه الصورة في الوقت الأخير من زمن شوط المباراة الثاني. إذن مهدي هو الذي سجل هدفا ثالثا في هذه المباراة عند الدقيقة 78، وبالتالي المنتخب الإيراني يتقدم الآن. وصلت في الخانة اليمنى من جانب المنتخب الإيراني، الآن معادة إلى الخلف، عالية إلى الأمام، سريعة وخطيرة، وإلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب، وإلى ركلة مرمى. المنتخب الإيراني أيضا في طريقة لإجراء لمسة لعلي، محاولة مستمرة لكن مقطوعة أمامية للمنتخب الإيراني. الآن في الجانب الهجومي في هذه اللحظات من نهاية هذه المباراة داخل منطقة الجزاء، خطيرة، لا زالت المحاولة إيرانية من داخل المنطقة، فيها تسديدة وتحولت إلى خارج أرضية الملعب، إلى ركلة مرمى، فيها راية وتسلل في اللحظة الماضية، وأيضا صافرة حكم اللقاء الصيني يعلن من خلالها نهاية الشوط الثاني وهذه المباراة بخسارة المنتخب الوطني ب3 أهداف مقابل لا شيء.